بمشاركة 65 شركة سورية وعربية، انطلق ملتقى رجال الأعمال بمعرض إكسبو في العاصمة السورية دمشق، وهو الأول من نوعه بعد أزمة كورونا. أهم ما في هذا الملتقى هو تنوع المشاركين فيه واللقاءات الثنائية اللي تم التنسيق لها والعمل عليها مسبقاً، وجود الوفود الخارجية اللي اجت زائرة لهذه الفعالية للاجتماع مع رجال أعمال سوريين حقيقيين. كشريك إعلامي كان من واجبنا أنه نحن نقوم بمواكبة حثيثة لكل فعاليات المعرض لنوصل رسالة أنه اليوم بسوريا في فعاليات اقتصادية وفعاليات اجتماعية وإلى بعد يعني وطني مهم جدا، لحتى نقول أنه سوريا ماضية بطريق باتجاه الإصلاح، باتجاه التطوير، باتجاه أن تكون دمشق مدينة خدمات ومال فعليا. تميز المعرض بحضور كبير من شركات خدمات متنوعة كان الجديد فيها شركة تسويق إلكتروني شاملة للدول العربية، وهي الأولى من نوعها. مشاركتنا في هذا المعرض حقيقة من خلال منصة رقمية للمعارض الدولية، بنقدر من خلال هي المنصة نوصل المنتج العربي، الصناعات العربية من خلال التجارة البينية العربية لكل أنحاء العالم. نقدر من خلال هذه المنصة نوصل لبحدود 25 مليون زائر. الشركة التي مقرها الأردن وقعت شراكة مع شركة طريق الحرير السورية لتعمل على توسيع شبكتها على مستوى الدول العربية التي أثبتت حضور الشركات وغرف التجارة العربية. دمشق تتنفس عمان وعمان تتنفس دمشق، دائما في عنا نحن البعد الاستراتيجي بين البلدين، يعني ما فينا نحن بالأردن نستغني عن العمق الاستراتيجي لسوريا إن كان اقتصاديا خلينا نقول أو مجالات التجارة، ودمشق نفس الشيء، يعني عمان دائما والأردن هي بوابة للخليج بالنسبة للمنتج السوري. كما كان حضور شركات متعاونة مع شركات صينية أساسيا ومهما من حيث أهمية التكنولوجيا والخدمات. نحن هون بسوريا صرنا مخدمين أكثر من معمل مجال خطوط إنتاج والآلات الصناعية، حتى عملية ترميم الآلات القديمة تحديثها وتطويرها عم نجيب خبراء من الصين، عم نستعين بالخبرات الصينية، اجوا طوروا لنا كذا معمل بسوريا والحمد لله العمل جيد جدا. يعني رغم أن المعرض يأتي بعد أزمة كورونا إلا أن حجم الزوار كان عنوان نجاح ملفت حسب المشاركين. اختتم ملتقى رجال الأعمال السوريين والعرب بآراء وأفكار جديدة حول التسويق الإلكتروني والمعارض الإلكترونية، وإضافة إلى العديد من الشركات العربية، وذلك لتطوير الأعمال في المرحلة القادمة. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بيك، دمشق.